رأت في أحد التفاسير قول ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان ونكصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منهم يردد على المآذن لا إله إلا الله، فما تعليق فضيلتكم على ذلك؟ هذا يخرج من هذه المشكات، وهي مشكات التكفير ومذهب الخوارج. هل يزعم ان كل المسلمين مرتدون وان كانوا يصلون ويؤذنون؟ هذا مذهب الخوارج، بل هو من غلاة الخوارج، نسأل الله العافية.